لحباب سلام عليكم، كديرين؟ صحيحة ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم زيانة يا ربي الكريم. هنمشي ندور واحد دويرة في لاكخوا غوج على قبلية سميتو الحويجات تاع الحاملات. مهم شريت شي سراول مؤخرا، شريتهم جداد من جيت نقيسهم دابا ولا لقيتهم صغار. مهم قالت لي واحد السيده صاحبتي سيري لاكخوا غوج راه تكونوا بعد نوبات فيهم حويجات تاع لا ماتيرنيتي. المهم نمشي ندور واحد الدويره ولا لقيت شي حاجه راني هنشاركها معاكم. وسميتو او ميم طون بديت تنشوف، مهم بديت تنشوف حويجات الوليدات الصغار، ولكن لحد الان مركزه غير على الحويجات تاع سميتو سراول تاع السيدات الحوامل اللي تكون فيهم هذاك السميطه اللي الفوق بحال هذا دابا اللي لابسه انا. غنوريكم غير شويه فوالا بحال هذا الشيء. هاد السراول كنت شاريهم انا، شريتهم جداد، قالوا لي بان تكونوا في لاكخوا غوج وفي البلايص لي دوكازيون تكونوا حويجات مزيانين. قلت لهم نمشي نطول واحد طويله وندور شي شويه ونشارك معاكم. فوالا نتمنى نلقى شي حاجه، ولا ما لقيت شي حاجه المهم نقول لكم راه ما لقيتش. المهم شريت نزه كما تيقولوا لحباب. انا جيت المهم البارح مشيت لاكخوا غوج درت واحد الدويره لقيت شي حاجه، شي حاجه تاع الحويجات تاع الحاملات. المهم جيت البارح وصبنتهم. المهم انا اي حاجه شريتها تكون جديده ولا تكون اوكازيون تنصبن، اي حاجه تكون خت جديده تنصبنها واحد صبينه خفيفه. المهم ما نقدش نلبسها هكذاك لان عندي الحساسيه، والوالده مهمتي حتى هي كانت عندها الحساسيه وعلمتنا اننا نصبنوا الحويجات من كنت بقى صغيره تندوزوهم بحال هكذا غير في الماء. المهم تنديروا واحد صبينه خفيفه. المهم هنوريكم اش لقيت. هادو لقيتهم باورو جداد، والله العلي العظيم الجداد جبدتهم ليا السيده تاع اللي خدامه في لاكخوا غوج. وبالمناسبه تلاقيت واحد السيده ابوني عندي تصدمات، جات سلمت عليا قالت لي ما عرفت كيش واش ساكنه في بايون. المهم في هذا الفيديو هنوريكم المدينه، ندير لكم التعريف بالمدينه اللي ساكنه فيها انا في الاخر باش تكون الرؤيه واضحه. المهم سراول، نبداو بالسراول ولا نبداو بالمدينه؟ نبداو بالمدينه. المهم المدينه ساكنه فيها انا هي بايون، مدينه لاصقه حدا ثلاثه المدن. كاينه مدينه لاصقه حدا ثلاثه المدن، بايون اونغليت بياريتس، بايون اونغليت بياريتس مدينه. غنخلي لكم شي فيديوهات هنايا كنت ديجا مصوراهم قبل. بايون سميتو في لو سود ويست، يعني في السود تاع فرنسا، قريبه البوردو وقريبه ليا يغون سبانيول. المهم على لي فرونتيير، على الحدود الاسبانية انا ساكنه هي هذيك. المهم المدينه دايره كلها بالبحوره، فيها البحر وفيها لي مونطان، فيها الجبال، البحر والجبال، ومعروفه بواحد اللغه، واحد اللغه تاع البيي باسك، وهي هي البيي باسك. عندهم واحد درابو تاع البيي باسك، عندهم واحد اللغه سبيسيفيك، يعني لغه خاصه بهاد المدينه انا اللي ساكنه فيها. المهم بايون معروفه تيكونوا فيها دوك لي فيت تاع بايون كل عام. المهم مع الكوفيد وهادشي راه ما كانوش هاد العامين، هاد العامين الاخيرين. وكاينه اونغليت، اونغليت كل مدينه لاصقه على مدينه بواحد بخمسة دقائق، يعني تدخلي ملاصقين. المهم ثلاثه المدن مدن ملاصقه، بايون اونغليت بياريتس. بياريتس معروفه بلوتيل دو بالي، انا هنوريكم الفيديو. لوتيل دو بالي معروف، اوتيل كبير وكوتيل غالي، وسميتو لي موبيلي، يعني السكنه هنايا غاليه، يعني السكنه غاليه وقليل في تلقى السكنه، يعني صعيب باش تتكري. اللي بغيتي تكري كما تيقولوا بحال اللي تقولي بحالنا، بحال سميتو لا ريجيون باريزيان، بحال باري عندنا الكرا غالي وعندنا العرض اكثر من، عندنا الطلب اكثر من العرض، يعني عندنا ما عندناش لي زوفر بزاف ولكن كاينين لي دوموند مزيان. كما قلت لكم البحر 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 داير بالمدينه كلها هي هذيك. وبياريت معروفه في السياحه،
المهم هي مدينه سياحيه معروفه بالسيرف. علاش ولدي تيدير سميتو السيرف في الصيف وتيدير لاناتاسيون بزاف هي هذيك. المهم الجو فيها معتدل زوين، المعيشه غاليه لان الكراك غالي وفيها بزاف السياحه. اسمحوا لي اسمحوا لي الحواميد وكل شيء، الحواميد يا الحواميد. المهم الحمد لله انا عجباني هذه المدينه لانني كنت ساكنه قبل في جيت بوردو، كنت ساكنه قبل جيت بوردو، ومن بعد من كنت قلت لكم في واحد الفيديو انا في من سميتو في هاد 10 سنين الاخيره تقريبا رحلت بزاف المرات تقريبا شي 6 ولا 7 المرات. المهم بدلت المدن بزاف على قبيله الخدمه تاع الزوج. المهم غير باش تكون الرؤيه واضحه، لان شحال من بنت تسولني تقول لي وساكنه في لا ريجيون باريزيان، ساكنه في بايون بي ا بي بايون انجلت بياغيت، مدينه لاصقه حدا مدينه لاصقه حدا مدينه. قبل كنت ساكنه في انجلت، وما بين انجلت وبايون راه غير شانطي، راه غير شانطي غير شانطي سميتو فارقانا مدينه بمدينه. وبياغيت قريبه ليا بحال هكذا بواحد 6 دقائق بالطوموبيل، يعني شي ملاصق مع شي. وكاينين سميتو كاينه هذوك بحال تقولوا لي فيلاج، ولكن هما راه دي كومون يعني كبارات. المهم عطى الله ما يتشاف، عطى الله ما يدار. يعني بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا الاغلبيه فوقيت الصيف ما تيسافروش، تيجلسوا هنايا لان البحر، المدينه دايره كلها بالبحر، الجبال كاين الجبال كله. وقريبا لنا سان سيباستيان، سان سيباستيان قريبا لنا تقريبا ب 30 دقيقه في لوتوروت، قريبا لنا ايغون. يعني صاحبتي كريمه من تنقول لكم تمشي لسبانيول راه 30 دقيقه قريبا لنا في الحدود. باش نجاوب على هاد المساله على فين ساكنه وتكون الصوره واضحه. المهم راه بزاف البنات يعرفوني ساكنه في بايون، وكاينين شي وحدين ما عارفينش. المهم انا جاوبتكم على هاد السؤال، ودابا غنوريكم السيولات اللي شريت. المهم انا استغفرت الله من القوت انا احبابي حباباتي من السيدات اللي تيعجبني. انا غنوريكم غنوقف شوي، تيعجبني يكونوا سراول فيهم هاد الصمتة تاع الحمل. المهم هذا شريته في البداية تاع الحمل، إلاستيك جديد بونتاكور، هذا ماشي شورت، بونتاكور في البداية تاع الحمل شريته هذا، وشريت هذا شورت. ها هو راه كنت ديجا وريته في هذاك الفيديو تاع الحنة، كنت لابساه في الفيديو تاع الحنة، راه الفيديو تاع الحنة نخلي لكم في صندوق الوصف تاع قناتي باللغة العربية شوية المفهومة، زعما كي انت نهضر بهذيك اللغة العربية المفهومة. ما بقيتش هذيك القناة عندي تاع الحناني والقلب هاني، ما بقيتش بغيت نديرها بالفرنسي، قلبتها اختي عربية شوية مفهومة. المهم قبلوا عليا في هذيك القناة، فوالا دايرة غير الحنة هذيك القناة والكوسميتيك. المهم هنا هاد الصمت الفوق اللي تجمع عليه الكرش مهمه بالنسبه ليا. المهم هادو هادشي هذا اللي نوريكم دابا في البدايه تاع الحمل، وراه باقي تيجو قدي سبحان الله، باقي تيجو قدي ها هما، هذا كلهم مزيانين باقين تيشي يعني تلبسهم. هادو دابا اللي هنوريهم ليكم، والله العلي العظيم وربي شهد عليا شري عطاتهم لي السيده تاع لا كوا روج اورو وجداد بالتيكيتا، وصبنتهم حيت لهم التيكيتا. ايوا الصدمه، الصدمه الكبيره هي انني جيت نقيسهم اليوم حتى واحد ما طلع، حتى واحد ما طلع، ولكن رجع في الله حتى واحد ما طلع. وسي هادو دي مارك تاع الحمل اسميتها ماتيرنيتي، ها هي ماتيرنيتي، هذا 40 شوفوا 40 وما طلعش. وهذا اللي كنت على الشورت وهذا اللي لابسه انا، شوفوا لاطاي اللي فيها، ها هي شوفوا لاطاي اللي فيها، كنت خديتها من هادو من كيابي خديتهم 40 شفتيهم. هادو تاع كيابي خديتهم جداد 40 لاطاي، باقا تلبسهم حتى لحد الان حتى هذا دابا اللي لابسه. وهادو تاع لا ماتيرنيتي لا مارك زماكين، ايوا جيت نقيسهم، ها هو واحد اخر، ها هو واحد اخر، قلت زعما كي نبدا نلبس فيهم حيت بدا دابا شويه عندنا البرد. ها هو واحد اخر،
ايوا ما جاونيش. المهم هادو قبل كنت شارياهم حتى هما في البدايه تاع الحمل، راه باقيين تيجونو تيجيوني. سمحوا لي يا اختي، ما عرفت ماني تنتراجل. المهم حمدتك يا ربي وشكرتك، وحمدتك يا ربي وشكرتك، اللي هما حاسه براسي مزيانه والتنفس عندي مزيان وما تنهش بزاف، وحاسه براسي زعما كاين صحتي مزيانه عاد نهيه. المهم ها هو هذا حتى هو تيطلع تيجمع لي الكرش، وعندي حتى هذا الكحل لي جينز حتى هو، ولكن ماشي لي جينز هابط، غير دومي غير نص، يعني دابا من هاي بدا يدخل البارد وهذا الشيء ما عرفتش واش نقد نلبسهم ولا لا. هي الصراحه انا مع الهرمونات، مع الهرمونات ما فيش شي برد، ما فيش شي برد، ما تيجينيش البرد دابا هاد الساعه. يا هذوك، وهذا السروال حتى هو تاع الجين الاستيك، ها هو حتى هو شريته ولا لا بأورو فن هذا وماركه، وشحال فيه النمره؟ فيه 40، ما جانيش حتى هو، ما طلعش. المهم هذا ما طلعش حتى هو، هاد ثلاثه السراول ما طلعوش. وقبل في البدايه تاع الحمل شريت هاد الكسوه، جاتني قبل شويه كبيره، ولكن دابا راه تولي تجيني، هبدا نلبسها. سولوبيت كسوه البنات، هذا سولوبيت كسوه. دابا تشوفوا عندي في القناه هاد الشيء كله، لان في القناه عندي باللغه العربيه البيضاء، تشوفوني تنكون واقفه ملي تنبدا نخلط في هاد الفيديوهات، تتشوفونيش دائما واقفه، تتشوفوني غير النص. المهم ها هي سولوبيت كسوه، هي هذيك، وهذا سولوبيت سروال. غنبدا نلبس فيهم دابا، وصلت نوبتهم. ها هي تاع الحاملات، فيهم هنايا هاد جوج طراقات، ها هما هذا هي هذيك وهاد الكسيوه، ها هما فوالا. انا عزيز عليا البنات سميتو، عزيز عليا الحاجه تكون جامعه كرشي. همشي على الدكتوره، همشي على الدكتوره، لان تضرني، مشكيت عليكم يا ربي يا رب الكريم، تضرني هنايا هاد البلاصه كلها البنات تضرني، قياس الخير مشكيت عليكم تضرني، ومتى نبغي نوض تنتكرفص لهلي كرفص شي مخلوق. يا سيدي ربي همشي عندها تلقى لي شي حل، واش بغيت ناخذ الصمطه تاع الحوامل باش تهزش ليا شي شويه كرشي، لانها تقول تقول حاسه بحال اللي تحت لوتيروس، يعني لوتيروس ما عرفتش الرحم، بحال اللي مطقل عليه، انا كرشي مطقل عليه، يعني خاصها تعاوني شي شويه بشي صمطه ولا شي حاجه، ولقى راسي شي حل. المهم ما يكذبش ليكم، انا ما كنش نمشي تمشي، ومره كنت مشيت لإيمايوس اللي كان في طاغنوس، مشيت لي واحد المره درت فيه واحد الدويره، ما شريت منه حتى شي حاجه صراحه لي، لان اصلا عندي تبارك الله الدار فيها شحال من حاجه، وعندي الدار سميتو صغيره، عندي جوج بيوت وصالون وكوزينه الامريكان، يعني الديور صغار ماشي شي ديور كبار. سميتو انا ساكنه في البريفير، قلت لكم في الفيديوهات شحال من مره ساكنه في الخاص. المهم عندي رونديفو مع المصلحه الاجتماعيه، وعندي شحال من رونديفو، لان خاصني ندير شي حويجات خاصني نديرهم، الوقت والزمان. المهم تنوجد لي ان القضيه فيها شحال من حاجه. المهم ما نسوقش الاحداث، وعلى هذا الاساس، على هذا الاساس ما تنبقاش نشري اي حاجه من هنا لقدام ان شاء الله. من هنا لقدام غنبدا نقلب على لولي تاع الطربيه تاع البيبي، وهنشري لحد القد، هادشي اللي بغيت نقول، ما نشريش بزاف الحوايج، ما نكذبش عليكم البنات، لان الدار عندي صغيره، هنشري لحد القد، ما نبداش نتفاجئ عليكم وهنبدا نكذب. المهم تشوفوا هادشي في الفيديوهات القادمه، دعواتي دعواتي بالصحه وبالصحه والذريه الصالحه والصوره الكامله لكل السيدات، والله يفرحكم، والله يسهل لكم الامور، والله يسهل اي واحد، والله يعطي لاي واحد ذريه صالحه، والله يخلف عليكم، والله يكبر بكم. لقيتوا شي وحده في التعاليق تتقول دعوا معايا، دعوا معاها البنات، نتوما كتقولي لها غير ميساج قولي لها دعواتنا معاها، فهمتي؟ سميتو كما تقولوا الحسنه بكلمه طيبه،
وهاد الكلمه طيبه ما فيها باس لي شاركناها وبارطاجيناها مع بعضياتنا. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. خليت لكم الصحه والراحه والسلامه، ونمشي نجمع هادشي نطويه ونعاود نقادو. المهم هاد السراول انا ما عرفتش اش ندير بهم، بحال والو ردهم ليهم، واللي كنت عارفه شي بنت حامله راني غنعطيهم ليها في سبيل الله. صراحه لله لا كاليتي زينه، هادشي لا كاليتي فنه، ولكن رجع في الله. دابا خاصني نقلب ثاني، خاصني غير جوج سريولات ولا ثلاثه، بلا ما نكبر كرشي مع دوك الكساوي اللي تلبس عندي كسيوات وداك الشيء، راه يكملوا ليا سميتو هذه الفتره تاع الحمل، لان انا ما غنبغيش ثاني نشري بزاف، وهذا الشيء راه تلبس غير واحد الوقيته وصافي. ونشري البيجامات على قبيله لا ماتيرنيتي على قبيله الولاده، يعني هنشري، ولكن ما هنبغيش نكثر، لان ديجا عندي بزاف الحوايج والدار عندي صغيره، وكاينين وخاصني نبدا حويجات تاع الوليدات الصغار وداك الشيء، ما كاين فين نحط، عندي دار صغيره خاصني نشري حد القد. هادشي اللي كاين. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه يا ربي.